الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، كتاب الكسوف، باب من احب العتاق في كسوف ادخل الرقاب، وهو من افضل الطاعات واقرب القربات واصح الصالحات. طالع في من احب العتاق في كسوف الشمس. قد ورد عن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها لما ذكرت قصة الكسوف حدث بعضهم عنها بأنها قالت بالعزم. في رواية هناك رواية كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة، كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ربيع بن يحيى ابن مخزم المرئي ابو فضل الاشناني من الثقات، قال ابو حاتم الرادي ثقة ثبت، ووثقه ابن معين وابن حبان، وابن حبان قال كان يخطئ. لا لا لا، سيب ده تبوسه وتحطه على جنب وتنتهي وتنتهي، انت ذكر الله بعيد عنه خالص. البرخاني قال عنه ضعيف ليس بالقوي، وبعدين الحق أبو حاتم يقول ثقة ثبت ونحن نتكلم عنه. لا، الصحيح الراجح أنه له بعض الأوهام، ومن من ذا الذي لا يهم؟ ربيع بن يحيى ثقة حجة. حدثنا زهيد بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي من ثقات الأثبات عن هشام وهشام بن عروة بن الزبير، وهو من أساطير المحدثين لكن حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة. عن فاطمة هي زوجته، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن عوام القرشية الأزدية تابعية ثقة من الثقات. عن أسماء رضي الله عنها أرضاها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. والأمر بالعتاقة أنا قلنا بأنه إذا نزلت البلاية فعلى المرء أن يتقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات والصالحات والطيبات، يرفع الله عنهم البريات. هي بقدرته سبحانه وجل وعلا، هو الذي خلق الأرض والسماوات فهو على كل شيء قدير. وإن هذه الآيات آيات لإنذار الخلق، آيات للتخويف من أجل أن يرجعوا إلى ربهم جل وعلا، لعلهم يؤوبون يتوبون يفيئون يرجعون إلى الله الواحد الديان سبحانه وجل وعلا. لذلك أمروا عندما عند نزول الآيات أن يفزعوا إلى الله بالصلاة، أن يفزعوا إلى الله بالصلاة بالذكر بالتسبيح أيضا بالعتاقة. الجود والكرم والعطاء من أفضل الطاعات، لأن القاعدة كما قلنا أن النفع المتعدي أعظم عند الله أجرا. وهنا عتق الرقبة، وهنا ترى أن الشرع متشوف جدا لعتق الرقاب. كفارة اليمين عتق رقبة، كفارة الزهر عتق رقبة، كفارة القتل عتق رقبة، كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة. نعم، فعتق الرقاب من أفضل الطيبات. لذلك فإن النبي جعل كل عضو من المعتوق عضوا يعتق من صاحبه الذي اعتقه من النار. إذا اعتق رقبة اعتقه الله من النار سبحانه وجل وعلا عضوا بعضو. لذلك أمرهم في الكسوف بالعتق، أمرهم في الكسوف بالعتق. وهذا كما قلنا من تمام التقرب الى الله جل وعلا لرفع البلايا والرسائل. الفوائد المستنبطه: الصدقه تطفئ غضب الرب، فالنفع المتعدي احب الى الله من النفع الذاتي. عند التخويف بالايات وجب المصارعه في الصالحات، عند التخويف بالايات وجب المصارعه في الصالحات. تشوف الشرع للعتق ردا على المستشرقين، تشوف الشرع للعتق ردا على المستشرقين.